السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأعزاء. اليوم إن شاء الله جايب لكم أجمل وأحلى وأرخص مبيد فطري حشري للأشجار فقط لا غير، لشجر الموالح وشجر المانجا والجوافة وكل الأشجار مستديمة الخضرة، شجر التفاح والبرقوق والمشمش والعنب وكل متساقطة الأوراق، لأشجار الزينة زي نقول فيكس وكل الحاجات الحلوة الجميلة والكافور والتك والمهوجني وكل الاشجار مهما كانت، ما عدا النخيل وما عدا الخضار وما عدا النباتات الزينه الصغيره. المبيد ده اسمه ايه؟ المبيد ده اسمه محلول بردوه او عجينه بردوه. لو احنا هنخففه هيبقى محلول، ولو هنتقله هيبقى عجينه. مكوناته ايه؟ مكوناته رخيصه جدا جدا، عباره عن جنزاره اللي هي كبريتات النحاس. الكيلو بيقف علينا من اول 120 جنيه لغايه 250 جنيه، و 2 كيلو جير مطفي او نوره، يعني في الدول العربيه بيسموه نوره، في مصر بيسموه جير مطفي، على 100 لتر ميه بقى محلول، على 15 لتر ميه بقى عجينه. يعني بمعنى اصح الميه هي العامل الميسر لينا، سواء خفيف بقى محلول، تقيل بقى ايه؟ عجينه. طيب هنعمله ازاي؟ هنجيب كيلو الجنزارة، او لو ما فيش جنزارة بنستعمل اوكسيكلور النحاس بارتو كيلو. ما كانش نستعمل اي مبيد فطري رخيص عندنا، كيلو برضو او لتر لو سائل. شوف انا سهلت الامور عليكم ازاي. واجيب جردل بلاستيك، وهنا جردل بلاستيك، ادوب الجنزارة كيلو بتاعها في جردل بلاستيك، وادوب ال 2 كيلو النوره او الجير المطفي في جردل بلاستيك. استعمل عصايه خشب، ممنوع استعمل اي معادن او اشباه المعادن كلها. واخد الميه من كميه الميه اللي انا بدوب فيها المحلول، يعني بمعنى صح انا معايا 100 لتر عشان اعمل محلول بردوه، اخد منه 10 وادوب الكنزره، واخد منه 10 وادوب النوره. حلو الكلام. وبعد كده اجمعهم على بعض ازاي؟ احط الاول الجير المطفي، وبعد كده انزل عليه الكنزارة عشان ما يحصلش ترصيب لو عملت العكس، ويكون لي سلفات النحاس وتبقى مصيبة سودة، سواء في المحلول سواء في العجينة. حلو الكلام. طيب هنستعمله ازاي؟ لو انا عندي حبة شكر قليل، يبقى عندي الرشاشة الظهرية وافتح الفونية وارش بيه، واجي عند الجزع اجيب فرشة بتاعة الدهان وادهن بيها جزع الشجر بتاعي كله، بعد ما اشيل السرطانات وبعد ما اروق وبعد ما الم، ومكان تقليم الاغصان الكبيرة او الافرع الكبيرة ادهن بيها عجينة بردوه. يبقى عجينة بردوه ادهن الجزع، محلول بردوه هرش بيها الشجر. اتفقنا؟ الاشجار اللي تتحمل محلول بردوه الموالح والمانجا الجوافة، تمام؟ بلاش الأشجار الاستوائية أعمل بيها محلول بردوه، إلا لو جربت ولقيت مفيش أي حروقة. طيب أنا عجينة بردوه لكل الأشجار سواء الاستوائي أو المتساقط أو المستديم. طيب إيه فايدة الموضوع ده؟ فايدته كبيرة جدا جدا. أول شيء مثلا لو الأماكن اللي فيها رطوبة زي وجه بحري بيكون في أشنات، بيبقى في تصمغات نتيجة عدم انتظام المية وعدم انتظام التسمين، بيكون في بق دقيقي، في حشرة قشرية، في قواقع الحديقة، في البزاقات. ايه الفرق بين القوقع الحديقة والبزاقة؟ القوقع بيكون كائن رخوي وعليه كده قوقع كده عند في المزارع وبيطلع على جزع الشجر. البزاقة اللي هي من غير القوقع، الكائن الرخوي ده من غير القوقع، وده بيعمل كوارث في الثمار وفي الاوراق وعلى النباتات لما بيكون في حاله كثيفه جدا جدا. فده كل ده بيتقضي عليه. كمان ان هو بيقطع على الحشره القشريه والباقي دي، وخاصه في مزارع العنب ما في مره تقشره الا لما يكون تحت الكلف او بتحت اللحاء القديم، ويكون فيه مستخبي الباقي دي وفي حشرات قشريه. يبقى المحلول ده
او عجينه البردو بيضرب لي عصفورين بحجر، بيجيب لي الاصابات الحشريه زي النمل ما بيطلعش فوق على جذع النبات، وخاصه لو في نمل ابيض ربنا يحفظنا لازم اطهر كويس مكانه واحقن بالمبيدات الحشريه، وبعد كده بدهن عجينه بردو. عندي الحشره القشريه بتموت، عندي البق دي بيموت، عندي البزاقات والقواقع بتموت، يبقى انا كده قضيت على الحاجات دي. الفطريات بيقضي على التصمغات، سواء التصمغ ده نتيجه امراض فطريه او نتيجه تشققات الساق نتيجه عدم انتظام الميه والتسميد، فبيريحني من التصمغات، بيريحني من الامراض الفطريه زي الكوارث كتيره زي العفن الهبابي في المانجا، بيحميني كمان الجذع الشجر من بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله بعض الامراض البكتيريه، وده برضو نقطه مهمه جدا جدا. التركيبه فيها حتتين مهمين، الافضل بعد لما انا اعمل وقبل ما ارش احط ماده لازقه، ويفضل وضع الشابه. الشابه الناس اسال بقى والدك ووالدتك وجدودك هيقول لك في مصر كانوا بيستعملوها عشان كنوع من انواع مزيل العرق، ويبقى الريحه هنا حلوه وجميله. في الدول العربيه هتلاقيها موجوده عند العشابين، في المغرب العربي هتلاقيها عند العشابين، وكل اسواق المغرب في تونس والجزائر والمغرب هتلاقيها في الاسواق الشعبيه موجوده الشابه. طيب في ناس تانية تقول لك حط دهان الحيطان البويه او الصبغ في الدول العربيه، ممنوع. ليه؟ ان الصبغ ده بيعمل على نوع من انواع غلق الصغور اللي موجوده على جذع الشجر، بيزود من الاعفان نتيجه ان هو بيكتم النسيج النباتي. ان ده نبات لما اجي ادهنه انا مش بدي لون، انا بدي تطهير. فلما استعمل الجنزاره او اكسكلور النحاس او اي مبيد فطري مع الجير المطفي وادهن بيه حتى لو كل شهر مره ما فيش اي مشكله ولا اي ضرر، اما لما ادهن بالصبغ او بالدهان هتبقى كارثه سوداء ومشكله كبيره. بعمل العمليه دي امتى؟ من اول شهر 10 لغايه اخر شهر 3 لجميع الاشجار المتساقطه والمستديمه. تمام؟ ومهم جدا بعد التقليم عشان اطهر مكان الجروح. موضوع بسيط وسهل، واي استفسار واي سؤال واي استشارات زراعيه العين دي قبل العين دي بمقابل مادي سبيل الاتفاق عليه. رقم التواصل على الواتس 011-0487-3348. معاكم المهندس مراد مرعي، بحبكم جدا وبحترمكم جدا، وما تنساش الدعم القناه باللايك والمشاركه عشان نزود المعرفه والمعلومه، وربنا يا رب يحفظكم جميعا، وتحياتي ليكم، مع الف سلامه.